تزامنا مع فعاليات الذكرى 22 لوفاة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، أقام فريق فرحة حياة ولأول مرة في مديرية الشحر منذ تأسيسه في حضرموت معرضا وكرنفالا واسعا، وذلك اهتماما بالشاعر المحضار وتاريخه. نحتفل اليوم بذكرى 22 لرحيل الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. هذه الذكرى التي كل عام نحتفل بها، هذه السنة السلطة المحلية في مديرية الشحر نظمت احتفالية استمرت لمدة 3 أيام. فرصة نلتقي هذا اليوم في الذكرى 22 لرحيل شاعرنا وأبونا وأخينا ومربينا الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، التي يعتبر هامة من هامات الشحر الكبيرة واليمن خاصة وحضرموت بشكل خاص. فهذا الشاعر الكبير والأب الروحي بالنسبة لنا، وهو من كبار الشعراء الذي أبدع في كل المجالات التي خاضها، ونحن نفتخر به كونه واحد من أبناء مدينة الشحر وأبناء حضرموت في أعطاء حضرموت والشحر. نسدل فعاليات الذكرى 22 لوفاة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. الفعاليات رغم محدوديتها ومحدودية كلفتها، لكنها مع ذلك في تقديري هي رائعة جدا وتستحق الثناء. تخلل المعرض العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، منها محاضرة عن الشاعر المحضار بعنوان المحضار الوجه المشرق لعبقريته الفنية. عبقريته الفنية شعرا ولحنا خالدا على مر الزمان. في هذا اليوم 5 فبراير الجاري 2022 ميلادية، هل ذكرى رحيل الشاعر والملحن الكبير المحضار الذي انطفأت شمعة حياته منذ 22 عاما، فرحلت عنا عبقرية الشعر والنغم. نحن اليوم نحتفل بذكرى عظيمة، ذكرى الهامة الشعرية الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. كالعادة يعني طبعا السلطة المحلية قدمت الشيء البسيط، لو قررنا بحق المحضار كشاعر كهامة شعرية كبيرة في عصره، وتكاد يمكن نابغة شعرية قد لا تتكرر في عصرنا هذا قد. ونحن إن شاء الله نقول أن يظهر واحد اسمه المحضار يعني. كما تخلل الفعالية افتتاح المعرض الثقافي الذي أقامه فريق فرحة حياة، وأيضا العديد من الأركان الشيقة التي تشجع الأسر الحضرمية المنتجة وتحثهم على الاستمرار في إبداعاتهم الفنية وغير الفنية.